إعلام زكريا الحلبي تقدم باريز والحب، قصة الجيل الجديد الهارب من الواقع والحقيقة والذي لا يعرف قيمة للزمن ولا للعمل. باريز والحب، الفيلم الاجتماعي الكبير الذي يطرح أسئلة مهمة على المجتمع. هل أصبح الكذب موضة في الحياة؟ أنا أكذب؟ أعوذ بالله. هل اختفى الحب الطاهر الشريف؟ هل سيطر الشر؟ هل أصبح الجنس موضة هذا العصر؟ الجنس؟ ماذا تقول؟ نعم، الجنس في أمريكا وكذلك في لندن وطبعا في باريس، أما في بيروت صل. غريبة، في كل مكان الجنس؟ كل هذه الأسئلة ستجيب عليها الفلاحة البسيطة جدا وسيدة المجتمع صباح في الفيلم الكبير باريز والحب. باكورة إنتاج الشاب الجريء زكريا الحلبي. باريز والحب يضم إلى جانب قصته الرائعة أجمل ما غنت صباح. عزيزي عزيزي الحب شو لذيذ، عزيزي عزيزي الحب شو لذيذ، وتركنا الضيعة وصفينا بباريز، وتركنا الضيعة صفينا بباريز. والحب، الفيلم الذي اجتمع فيه أبطال الشاشة العربية. صلاح ذوالفقار يا حبيبي يا عزيز، يا روح يا حالة. وستعيشون المأساة مع الممثل الكبير يوسف شعبان، النجمة الصاعدة التي سترتفع إلى القمة في هذا الفيلم سميرة بارودي، الفنان الكبير الضاحك محمد رضا. يا صلاة النبي أحسن، إيه الكرم اللبناني ده كله وانا هاكل كل ده؟ دي مزة ابريتيف يعني، الاكل هيجي بعدين. على كده ده انا هخس 20 كيلو هنا في لبنان. النجم العالمي صلاح الدين نادر، نجمة الاغراء الفاتنة سيلفانا، سمير ابو سعيد، الراقصة الشهيرة كهرمان، نجم المهرجانات وضيف الشرف كيغام. شيخ العذاب اللي بعده مصور بكتابي، وين هو أعز أحبابي، وين يرجع للعنين، وين هو أعز أحبابي، وين يرجع للعنين. يا الله معكم يا شباب، الله معكم يا شباب، قولوا لزنود الأحباب تقوم تشنكل إيدي. باريز والحب، مدير التصوير روبرت طنبا، القصة والإخراج محمد سلمان، التوزيع لجميع أنحاء العالم شركة الصباح السينمائية بيروت.